عليكم يا اهلا متابعين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جات معكم ان شاء الله فيديو جديد، نتمنى يعجبكم ان شاء الله. عندنا واحد المناسبه هنايا وبغيت نشاركها مع الخواتات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والامهات ديالي نتمنى لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله اسبقيا، وخليكم مع الفيديو. نتمنى ان شاء الله يعجبكم المناسبه ديال اللوسه ديالي، درب الصداق ديالها ان شاء الله يا ربي. وبغيت نشارك معكم هذه المناسبه، الطياب لقات هكايا، ما نقدرش نبين كل شيء، ولكن مره نبين لكم هكا شي حاجه هكا اللي قدرت نصور، شي حاجه غادي نصورها لخواتات ديالي. ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو هذا ويعجبكم، وكنحاولوا تشوفوا شوفوا المناسبات ديال الناس في اوروبا كيفاش كنخلقوا الاجواء من شي حاجه بسيطه، كنخلقوا ضروري نديروا شي حاجه راه حنا بحال في المغرب. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. هنا راه كنديروا كاسكروت، العائله راه مجموعه، والعائله ديال عجوزتي ديال راجل لوسي حتى هما جاوا من المغرب، وغادي نديروا واحد الحفله اللي غتكون مزيونه ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله تتبعوا هذا الفيديو، اللي مازال ما تابوناش يتابونا فضلا وليس امرا، وخليكم مع الفيديو. وما تنساوش ديروا اختكم جيم 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 جيم. وشكرا على الناس اللي دخلوا معنا جداد، وشكرا للناس القدام وكاع اللي كيكتب شي كومونتاريو زوين بحالو، كنشكرو بزاف. وخليكم مع الفيديو، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. يلا بقاو معايا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. يلا خليكم معايا، انا رجعت معكم الخواتات نوريكم الدجاج ان شاء الله اللي شرملته معكم. الدجاج ديالنا هو هذا، انا نوريكم نبدا معكم من البدايه حتى النهايه. الدجاج ديالنا هو هذا، تبارك الله انا عندي 6 دجاجات، واحد المناسبه اللي بسيطه. وما وريت ما عمري شاركت معكم الدجاج ديالي كيفاش كنغسلو وكيفاش كنشرملو الدجاج، الطريقه ديالي ديال الوالدين اللي وراونا والدينا هي اللي غنشاركها مع الخواتات ديالي. كما كتشوفوا هنا عندي طحين وعندي الخل وعندي الحامض، انا كنديرهم بجوج، نتوما الاختيار ديالكم، كل واحد واشنو كيدير، انا كنديرهم بجوج. وهنا درت عليهم الماء، كنهضر القدم نخليهم واحد الساعه تقريبا مقدين في هذا الخل والحامض وسكنجبير والملحه والطحين، وغادي نخليهم مرقدين ومن بعد نقيهم ونرجعوا للطريقه اللي كيفاش وريتكم كنت كنشرمل فيهم. يلا بقاو معايا خواتاتي، كما كتشوفوا الملحه هي هذه، كندير لها هكا الملحه ما نكثروش بزاف، انا درت غير تقريبا معلقه كبيره ديال الملحه. وهنا غادي ندير الطحين ديالي، الطحين باش كيحيد لينا داك الشيء اللي كيكون فيه. هاد الغسيل هذا ديال الناس القدام، ديال الناس القدام ديال وليدينا. ودابا غنغسل هاد الحامضه هذه وندير لها شويه الخل ونغسلهم ونرجع نشرملها معاكم. يلا بقاو معايا، انا الخواتات رجعت معاكم من بعد ما تسقطر ليا الدجاج مزيان، خليته تسقطر تقريبا شي جوج سوايع ولا ثلاثة من بعد ما غسلته، خليته مرقد واحد 4 سوايع ولا 5، ومن بعد غسلته وخليته عاوتاني مرقد. ودابا جيت نشرمل معاكم العطريه ديالي اللي بسيطه، وكاع الناس كيعرفوا يديروا العطريه، راكم عارفين العطريه شعبيه ديال اي وحده كطيب ديال المناسبات. كيما كتشوفوا هنا عندي القزبر ومعدنوس، انا غنديروا دابا القزبر ومعدنوس قبل ما طحنته مزيان، طحنته هكا مزيان. وعندي هنا المروزيه ديال الدجاج، وعندي هاد الضامه هذه ديال الزعفران، الا عندها الزعفران ديروه. هنا عندي تقريبا 4 الراس ديال الثوم كبار، وهنا عندي الابزار، وهنا عندي الحامض مطحون، سمح لي الحامض مطحون. وهنا غادي ندير شويه ديال القزبر مطحون ديال الحبوب، وسكنجبير كما العاده انتما كتشوفوا. قد ما كانت العطريه كثيره راكم عارفين الدجاج كيبغي العطريه. هنا عندي الخرقوم بلدي، الخرقوم عارق كل واحد واش يقول ليه. وهنا الملحه، ما نكثروش الملحه لحقاش حنا غسلناه بالملحه، الدجاج ديالنا غسلناه بالملحه كيما كتشوفوا خواتاتي، هنا غسلناه بالملحه. وغادي نخلط هذيك الضامه، غادي ندير في الزقه بشويه الماء وغادي نخلط بها، هي اللي غنخلط بها هاد العطريه هذه، ونشرملو الدجاج ديالنا مزيان.
انا تجي غنشرب لو غادي نخليه يبات، شو ما كتشوفوا راني الدم هذه ذوبتها دوبتها هكا بالماء، الزعفران ذوبتها بالماء، اللي عنده الزعفران الاخر يديرو، انا غير اختيار ديالكم. وهنا خلطتها هكا شويه الماء كما كتشوفوا، وغادي نشرب ان شاء الله الدجاج ديالنا، وغادي نخليه هنا انا نخليه يبات في الثلاجه، نخليه يبات حتى الصباح غادي نطيبو. كما كتشوفوا هنا راه الدجاج عندي نشف ولا مزيان، وتقبتو هكا كتقبو هكا بسمتو مصدرو، كنشرب منو مزيان، دخل فيه العطريه هكا مزيان باش الدجاج ديالنا يجي بنين ويجي الدغميره ديالو تجي زوينه. قد ما بقى في الثلاجه قد ما مزيان، كما كتشوفوا انا كنتقب ليه الصدر ديالو بحال هكايا باش العطريه كتدخل، ويجينا الدجاج ديالنا يجينا مشرمال ويجينا مزيون. هانتوما واحد الطريقه اللي غنديرها خطيره باش الدجاج ما يتحل، ما طير ليه لا جلده لا حتى شي حاجه. هانتوما حتى الاخر، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نربطو مزيان باش ما يجيناش شي صعيب في التقلاب ولا شي حاجه، ولا يتهرس لينا ولا شي حاجه بحال هكا. غادي نبقى نشرمل بيهم هكا بشويه بشويه حتى نشرمل كلشي ونخليه يرقد. وكنتمنى ان شاء الله تجربوه، راه كيجي زوين، وقد ما خليتوه مرقد والعطريه فيه كتجي زوينه. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذه الطريقه ديالي ديال بسيطه وديال الدراوش وديال الناس القدام. وقلت علاش ما نشاركوش مع الخواتات ديالي، هانتوما خواتاتي كنشرملو كامل. وغادي نخليه ان شاء الله، غادي ندير له السلوفان هكايا ونخشيه في الثلاجه ونخليه. الطريقه اللي درت اللحم هو اللي درت الدجاج، انا غنحاول ندير لكم فيديوهات على جوج مرات. هانتوما خواتاتي هنا شرملتو كامل، وشوفوا جبت هذاك الخيط ديال الكوزينه وحزمت لي رجيلات ديالو، حزمتو كامل مزيان باش ملي نبغيو نطيبوه ما يتخسرش ليناش. وهنا راني درتو في الثلاجه، وكما كتشوفوا هنايا راه الصباح بكري، هنا الصباح بكري باش نشرملو. هانتوما راه لقيتو طالق داك المويه ديالو، داكشي غادي نشحرو دابا في هذيك المويه اللي كنمرقد فيها، هي اللي غادي نشحرو فيها حيت تشحر لينا مزيان، عاد غندير البصله. وهنا راكم ما كتشوفوا راه تشحر لينا شويه مزيان، ودخلت فيه العطريه مزيان، وغادي نخليه مازال شويه عاد غادي ندير سميتو ديالي. وهنا راه كنزرب زرب زرب لحقاش راني مشيت الماكله ما درتهاش في الدار ديالي، درتها عند لوستي، طيبتها في الدار ديالي وعاد مشيت عند لوستي وعاد خشيتها في الفران. كما كتشوفوا هنا درت شويه د الزبده وشويه ديال الهريسه ولا مطرد، ودهنت بها الدجاج وخشيتها في الفران. هاد الدجاج ديالي ها هو تحمر ليا، وهنا راه وجدت الطباصل باش غادي نمنطي ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو هذا، الى عجبكم ما تنساوش ديروا اختكم جيم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا فضلا وليس امرا. هنا درت الدجاج ما درتوش بوحدو، درتو هكا مع شويه شلاضه بحال هكايا باش ما يجيش الدجاج، راكم عارفين الدجاج ضروري ما بغيناش نديرو شلاضه بوحدها، درنا هدرتها مع الدجاج باش كتجيني تعطيها واحد المنظر زويون، وكتجي هكا الطبله مني الدما راكم عارفين. ونتمنى هنا صاحبتي كتعاونني حتى هي كتقاد معايا هكا الطبله التبصيل ديالنا، راكم عارفين العوين راه زوين. انا كنشارك مع اخوتي كاملين. هنا كما كتشوفوا راني ساليت التريساج ديالي، راني قريبا سالي. ها نتوما الطبيسيل ديالي جا هو هذا، وهذا هما الناس ديالنا راه هما كيتغداو. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ويعجبكم الطبق ديالي البسيط، ومازال ان شاء الله نشارك معكم الطبق ديال اللحم ان شاء الله. بقاو معايا ان شاء الله معايا، غادي ندير لكم ان شاء الله الطبق النهائي ديال اللحم ان شاء الله، حتى هو غادي نشاركو معاكم. وخليكم مع الفيديو الثاني ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله يعجبكم حتى هو. وبالسلامه ان شاء الله، ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. يلا بالسلامه عليكم، خليتكم على خير.